خلاص اللهم بارك ضروري اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك خطوياس كاملي اي وديما من زبط الكبيره صح الرئيس عبد الاله بصحتك اخويا الله يعطيك الصحه مع اللوحه مع الجبده مع اللوحه مع الجبده اللهم بارك الحمد لله الله يا جماعه الرئاس الله يحفظك يلا مدينه الدوله من الحوالي عنده شو انت داون بس حبس التليفون في الصباح متى اليوم الصباح عبد الله نعم اخويا السلام عليكم لا السلام عليكم هي دخله ان شاء الله اي والله ما يصير دوش هذا كلاس ان شاء الله شو يصير ليه اه ضروري اي والله ما يصير ديك الساعه الدواء يلاه بينا ان شاء الله ان شاء الله اما ديك الساعه كنا كنت سخينة سخينة اسماعيل شو مزيان ياك معايا يا حبيبي نعم هو هذاك الرئيس سعيد خويا مصطفى اني اراك من بعيد ولك الله يلا بخير كي داز الطريق مزيان الله يلا الحمد لله اش بدا في حسينا بها حنا بعدا ايوا الحمد لله عايش بخير اللهم لك الحمد الصحه والراحه اللي معاه اللي معاه اللي معاه اللي معاه بحال وجهك الله باش غادي يقند ما يقندش كان في الودين الناس ولا تيبنيو دابا ساعه شتي كان في الودين الخشب دابا ولا تيبنيو لا ما كاينش تبنينا ها هو البني بروفيزوار لا بروفيزوار الخشب بروفيزوار داكشي هادو اللي داخلين دابا جداد اما الرونق ديال هنا عندي لا كاين في العود لا لا دايرين اش كيدايرين في جوج واحد المنظره هذيك اللي دايره زوينه هذاك شتيهم خويا سعيد السي عبد الله كيف كانوا سعيد؟ ايش مولاي اول مره اللي ياكل فيه علمك اود السي مصطفى وي خويا راه انا اللي سقيت الماء تبارك الله ولقيت لبص الله ما عنديش حال لبص عاد سبع لبص راه بون لبص الله تبارك الله وبطاطا وغسل الجلبانه وكنعمر الجلبانه ديالنا انت عندك هذا المهم اللي يقول لكم مصطفى راه ما تنديروا هذا عبد الله راه انا خدام عبد الله عطيه يسرق الشوكولات وثق لينا هو متفق عليه هيا فوق الحيطه باش بعدا تقلب تندى شكون هذا الشوكولا شكون اللي باش خلاص بس مازال كاين سعيد راه هو مقال بالجميع تبارك الله الرئيس سعيد ما شاء الله ما عندك الدار البيضاء ما تراكش بصحتك اخويا سعيد سعيد كيدير الخشونه اش بان لك ولكن هذاك الشيء عوج واش غادي دير حتى راه ما حاطينهاش احسن احسن هذا الطفل احسن خلينا نسمعك حتى نسقسي واحد عبد الله قال لك باول وسطك اليوم ما بنعبد اليوم السلام عليكم قال لها يا ما دام غادي ندير دوق شكون يدق انا دخلت واحد تا واحد حل فمك لا لا صعيبه صعيبه ولا صاحبي بزاف كيما قلنا كيما داير انا والله العظيم تاع اللحم حدا عبد الله صوعه عارف كتنقص اللحم سي عبد الله يا خويا كنحيدو اللحم عرفتي المغاربه باش معروفين اه كيفرقوا الحوا الاخر واخا سي واخا معنا الاخ سعيد باسطوف اه رشيد اه سعيد اييه شاهد برد هم الصباح؟ اه برد هذيك مرة واش كنا جينا مازال ما كنشربوش بوا فين البرد اش بدا لو كاس سعيد يديروا شي كاس مالطا يديروا فيه الماء يدوز الله يعاونك اودي
عندك الفيرمي ديال هادي ها باش حرك انت لا لا قال لك حرك الكلاصير ما عادش 100 كيلو دابا كاينه تما وطال العضلات السيد راه 200 200 اللي كاينه في هذيك وطال العضلات عمرها واش راه شي دار مع هذيك الزفنات راه قال لك هاد اللي راه عبد الله ديروا فيها هادو عاد قال لك سدوها والله ما غير يا ترجع لي اش فهاد الكارطونه مصطفى طعمه يا داك الشيء طعمه بسوفيستيكي ها ها 200 كيلو دابا تما ها حل حل اسماعيل عندي البزاط ديال ديسات اكيدير هاي مسكينه غاديه معنا حتى حتى البرباص السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 10/6/2019 الانطلاقة من مدينة الدخلة منظر ولا أروع في اتجاه إن شاء الله العين البيضاء أولا ومن بعد إن شاء الله الكبرباص. معنا سي عبد الله. صباح الخير سي مصطفى. صباح الخير خويا عبد الله، واش مزيان؟ ارتحتي شويه؟ بخير الحمد لله. ديما ومعنا الاخ رشيد غيضوب لنا في هذه اللحظات هذه. مع الخوت هذو هما مرتاحين. اوا خونا رشيد، اوا خونا رشيد، سير الله. يا سلام. سعيد. ومع الطلع ديال الشمس. ايوا في امان الله وحده. وانا الرئيس اسماعيل لحظك سي مصطفى احتراماتي خويا الله يعطيك الخير مرتاح مزيان يا سلام زوين صباح زين مستعد للمعزات اللي كيتسناوك ان شاء الله كوربينات طيح اكثر من النايض سخر الله ايوا خير من النايض عرفتي طيح طيح اكثر من النايض والنايض فاتيكي سعيد خويا صباح الخير خويا كلشي مزيان الله الاخوان كيسولوا عليك فين غبرتي اصاحبي انا هنا فين انا حبيبي ما كنتش انا بلا اي والله قديم هنا في هاد البلاصات جا الخصيم ديالو داك الشيء علاش ما دايرش مزيان كاين المنافس دابا اه كاين المنافس ديالو اه لا داك العكار داك الدريوش اه هو هو ابو معزه هذا معروف بالعزه ابو معزه هذا المعزه كتجي حتى لعندو وابلغ وابلغ اي والله يسهل الله كل شيء يقصر ان شاء الله المهم اذا رحنا بخير وعلى خير خارجين بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين اللهم لك الحمد وزنا 5 ايام دابا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اربع شو وزنا 5 ايام 5 ايام دابا يا هذا سلاح حبيبي الرمال غادي يكمل هذه الرمله هذه هذه واش تعرف ديالها كانت مزيان كان الريحه هاد السيمانه دابا كامله الريح دابا هز الزرمنا كلها في الدحف الطريق يا الشامبي
دابا هذه الليل صعيبة، الليل صعيبة دابا كتجي ما كاينش حس الرملة حتى كتصيب على غفلة. لا طلع بزاف لا طلع قصحة البلاك هو اللي ولعت واحد الرايا وقلت انا راه شي كوربينه هادي ولكن دوماج هاد الرايا غادي نشوفو دابا كيفاش ديرو نطلقوها بحال هكا مزرعة صغيرة مسكينة هاهي طلقناها يلا حيت السنارة بسرعة استكشيفة مخلاتنيش غندفعها شوية الماء غتكون فيها شي كيلو شي حاجة يلا سيري جات يلا دي ماري فاز مسكينة اوكي وصل للمول كي ما قدراش ديماري يلا سير اصاحبتي سير 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 هاي دابا عاد غادي ديماري مشا صافي صافي الى بصحتك اخويا مع اللوحه مع الجبده مع اللوحه مع الجبده الله يبارك بصحتك اخويا اكبر خوتنا سعيد ان شاء الله ها هو سعيد وقيلا جاب شي حاجه ياك اكبر سعيد سعيد بصحت الراي سعيد مازال مازال سير ها بصحتو بصحت الراي سعيد بصحتك اخويا سعيد خاطر الرياس كاملين ايه وديما من طنجه حتى للقويره صافي بصحتك اخويا معزه مزيانه اه معزه تبارك الله كاينه عبد الله مازال غتمشي؟ لا
اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. في هذه الأثناء الرئيس إسماعيل نتمنى على الله إسماعيل سلي عارف شي إسماعيل عارف شي عليك الرئيس إسماعيل هاي معزة عاود مازال الماكينة الرئيس معين الله يسخر الحمد لله عبدينا الله يسعد عبدينا سكينة وكبير الشهر غادي نجيبوك عبدينا كاين الرئيس مصطفى مهزا اللهم بارك الله 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 كاين المهزال هذا داك المهزال كاين داك شي جبده تما اللهم بارك يا رب يسوف صفا سخر الله تحيا جميع الرياس الله يحفظك يا الله